سلطان في الكومشن روم، اعطونا اياه عشان اتفق معك. المداخله مدتها دقيقه ونص او دقيقتين ماكسيمم. مشكله دقيقه له دقيقه لنا، خلاص اتفقنا. تم. دقيقه لنا ودقيقه لك. الدقيقه اللي لنا يبدا على الغامدي، انا امنح كلها 60 ثانيه 40. تفضل. ما هو التخبال الذي يعتقده سلطان الراجحي في هذا البرنامج اللي ما جاز له، واعتقد في نفسه ان المجموعه الاولى سيئه، وعلى حسب علمه انه لا يوجد لديه تويتر، لكنه مطلع عبر برامج اخرى، مطلع انه المجموعه الثانيه متفوقه على المجموعه الاولى بمراحل، وان كان ما يوجه لهم في اثناء برنامجهم هو اتهامات، يعني اتهامات كيديه من المجموعه الاولى. تفضل استاذ سلطان. اول شيء صبحكم الله بالخير. بالنور. حياك عشان نبغى نعد احنا. تفضل. احنا كملنا الدقيقه حقتنا. بسم الله بدك. طيب. تفضل. اول حاجه انت لا تاخذ شيء في ذمتك انك تقول كلهم يكرهون مساعد. يا ذا الدم، يا ذا الدم. اي لا لا، لان اسقط علينا احنا ذمتنا نكره مساعد. والله اني انا من ناحيتي بس عشان اقول لك شيء واحد، والله اني احب الادمي. وقف الدقيقه. وقف فهد معيان، انا اعلن انا ممكن ابهتك في شيء، انا ممكن انا ادخل الفقره الان ابهتك اظلمك، عرفت يعني؟ لا تسامحني اذا ظلمتك نهائيا. حلو. سم. ممتاز. سم. لا تكلمني عن الذم لاني انا اقول الان ممكن ابهتك. دافع عن نفسك. طيب شكرا. تفضل. أول حاجة مساعد أتحدى إذا في أحد يكرهه، وأنا أولهم. مساعد محبوب عند الكل، هذا شيء منتهي منه. بس تعقيبا عن كلام أستاذ علي، الشيء الثاني هو قال إنه سلطان على الهادي وكذا، إنه بس بكاس وما أدري إيش، فأنا رديت رد لا أكثر ولا أقل. بس ما جاوبت على السؤال. ما جاوبت على السؤال. السؤال، السؤال لمن هم الذين يتخبلون ويناقضون؟ أنا قلت كذا شخص، فمو لازم نعدد أسامي أقول فلان وفلان وفلان. أعتقد إنه أعتقد إنه واضح أمام الكل يعني. يعني من هم مساعد؟ ما في ناقص. لا لا لا. مساعد. مساعد. أستاذ من ناقص؟ حتى مساعد لو إنه تخبل لازم تخباله. يعني غير مساعد. إيه في غير. ناصر قماش. بدون ذكر أسماء. أنت تقول معروفي. لا لا بدون ذكر، خلاص معروفين عندكم حتى أنتم معروفين. عمر قحطاني أيضا منهم. بدون ذكر أسماء. صح شوف ما قال. سلطان الصباح. لاحظ لاحظ. ما قال لذي مساعد ولذي تخباله. ماجد نادر. إيه أنا قلت ناصر قماش. قال بدون ذكر أسماء. يعني بدون ذكر أسماء. المجموعة الأولى كاملة يعني. شكرا شكرا استاذ. شكرا لك استاذ سلطان. مع السلامة. صمت علامة الرضا. ليش دافع عن مساعد ما دافع عن البقية؟ أعطونا التقرير حق المجموعة الثانية.